بداية الحلقة رح يكون معنا إعلامية وخبيرة موضة ومظهر ريتا مهنا، رح تتناول موضوع كتير حلو وهو إطلالة فصل الصيف للجنسين على طريقتها وكيف نستعد إلى وأفضل الخيارات اللي ممكن تتضمنها حقيبة السفر للنساء والرجال. اهلا وسهلا ريتا. بونجور. هاي ريتا، شو هاللون الحلو وانتم شو هالالوان الحلوه الفرحه اللي بتعطي طاقه ايجابيه كثير حلوه. بما انك فتي بهيدا الموضوع وموضوع الصيف، بتحسي بالصيف الناس يعني مثل كل نهايه موسم وبدايه موسم جديد الناس بتهجم على الشوبينج، بتهجم على كل شيء بدها تغير بالجاردروب تبعيتها. اكيد خاصه هلا بالسفر. موضوعنا اليوم كاريان شو الثياب والاكسسوارات للنساء والرجال وكمان للمحجبات اللي ممكن يحطوها معهم بشنطه السفر بطريقه ستايلش، بطريقه حلوه يكونوا مبينين حلوين كمان بالصور وبنفس الوقت بالوزن ممكن تما يطلع عليهم اكسترا ويت. وكمان مثل ما نعرف نحن بالسفر إنه نشتري كتير ونعمل كتير شوبينج مثل ما كنا عم نقول ومنغير بكتير بتيابنا. في ناس بتسافر أول الصيفية كمال تتعمل شوبينج لكل الصيفية كمان. صحيح. So, رح نبلش في قطع أساسية كتير لازم تكون موجودة. أهم شيء هي للرجال وللنساء وللمحجبات كمان هو الدنم. مثل ما شفنا هلا الجينز الدارج ان كان تنانير قصيره، ان كانت تنانير طويله مع فتحات، ان كانت تنانير طويله للمحجبات، ان كان للشباب الدنم كثير ضروري يكون موجود. بس لازم يكون الدنم رقيق، يعني اهم شيء ما ناخذ الدنم السميك او الدنم الغامق اللي بشوب. يعني نحن بالسفر مفروض ناخذ معنا شيء دلهم بوردنا، مش شي مشوبنا، مش شي كل وقت معرقنا متضايقين كل الوقت وعم نقفط. لا، لازم نكون مبسوطين رايحين، بالنهايه رايحين كم يوم عن جد نكون مبسوطين. صحيح. واهم شي كمان في شي تاني كتير بنصح فيه انا بالسفر اللي هي جاكيت الجينز. ليه جاكيت الجينز؟ بتكون تقولوا لي ان كان للشباب او للبنات او للمراه المحجبه كمان، بما انه عم نحكي نحن عن الكل شاملين الكل بمواضيعنا، دائما عم بعطيهم مواضيع نسائيه بقول نحن وين المحجبات، نحن وين الرجال، اليوم للكل مواضيعنا. جاكيت الجينز لانه اوقات بنفوت، مثلا انا من الاشخاص اللي كثير ببرد، فوت على مول بتلج مثلا دائما معي كالسيت ومعي جاكيت الجينز دائما معي لو بعز الصيف، لانه بكون الاي سي كثير قوي خاصه بالبلدان العربيه اوقات، او بيورو بتجي قدامي كثير، اوقات بالمطاعم ما فيك تقول لهم طفوا الاي سي انا قاعده هون. بالمطار الضيق قوي بيكون الاي سي بالمطار بالطياره اول ما تطلعي. صحيح. كمان اوقات في بلدين مثلا ميكونوس فور اكزامبل بالليل كثير هواء، قديه بيكون بالنهار شو بتطيري بالليل، فاجباري يكون معك هيدي الجاكيت الجينز موجوده دائما معك، والا ما تنزعي سفرتيك وتقربي وساعتها بترجعي على بيتك يعني. بس ليه الجينز بالتحديد ريتا؟ لانه بتلبق على كل شيء، يعني اذا انت لابسه مثل ما لابسه بتلبق، مثل ما انا لابسه بتلبق، مثل ما هي لابسه بتلبق، لابسه سيرفيتمون بتلبق، شو ما تكوني لابسه بتلبق معك، احسن ما تتقيدي باللون ويكون لونها فاتح صيفي، سو بتلبق على كل شيء. حتى اذا لابسه جينز معها. صح. طيب عن شو لازم نبتعد؟ نبتعد عن كل شيء ضيق اهم شيء، لانه كل شيء ضيق وستريتش على قد جسمك رح يحصرك، ان كنت رح تمشي بالنهار او ظاهره بالليل، انه خلينا نكون هيك مرتاحين، كيف انتم لابسين مثلا مرتاحين؟ انا لابسه انه بالقليله حركتنا مرتاحه، نفسيتنا بتكون كمان مرتاحه، وفي كثير تنير مثلا واسعه هلا دارجه، واسعه مع فتحات، نركز على الفتحات، مش ضروري الفتحات انه مثل ما انا لابسه فتحه، يعني في نسوان محجبه مثلا بس ممكن يكونوا طيات مثلا فتحات، او بالبلوزه فيها شيء ما بعرف مفتوح، لانه هذا الشيء بيعطيك نتفه هواء، لانه اوقات بتكوني مسافره بسفره كثير طويله بتحسي حالك انقطع الاكسجين مثل ما بقولوا، يعني بدك تضلك هيك تحافظي على هالقصص المعينه تتكوني مبسوطه. ثاني شيء درجه كثير التنانير القصيره او الطويله اللي فيها كشكش، رفلز كثير درجين، ان كان واحد مثلا اذا كتافه صغار في يلبسهم فوق، اذا كانت ضعيفه من تحت تلبسهم كمان بتعطي شويه فوليوم، سيركز الواحد على هيدي القصص. كمان الفلورل كثير دارج مثلا، تجيبي القماش الفلوريل الناعمه اللي هي نقشه الورد، او تاخذوا قصص ملونه وفينا نعمل معهم لوكات كثير حلوه، تلبسيهم مع فلات، تلبسيهم مع شوز، مع اكسسوارز ان كان بالنهار او بالليل. شو بدي اقول لكم بعد عن القماش اللي هو كثير مهم، ما بعرف اذا بدكم تسالوني شيء قبل ما كمل. لا كفينا نحن صوره. خلينا لكن نحكي عن البلوزه البيضاء، البلوزه البيضاء اللي هي كثير مهمه تكوني موجوده معنا دائما
بالشنطه. شو هي البلوزه البيضاء؟ البلوزه البيضاء ممكن تكون لينن اي كتان اللي مثل ما عم نشوفها هون، لك الستايل شو حلو مع شابو مع كروس باك تحتها شورت. هيدي بتنعيز معنا باسبارتو هيدي الشميز، بس اهم شيء تكون ما بتتجعلك، لانه تتكون هينه علينا دغري نلبسها ونمشي. بس اللينن بس هو بده يتجعلك. في لينن ناعم كثير، في لينن الناعم كثير ما بيتجعلك. اوكي يعني في لينن ما بعرف فيه انا عندي منه لينن ما بيتجعلك، بجنن. اوكي هلا الكتان جديد دارس، وفي منه بيكون في بقلبه طيات اللينن. اوكي كمان ما بيبين اكثر، لا هو بلت ان طياته كمان ما بيتجعلك. كمان ممكن يلبسون كمان رجال كثير حلوين، هول الرجال مضبوط. كمان بتعطي ستايل كثير حلوه مع الشورتات، كمان ممكن تلبسها فوق المايو. مضبوط كمان مهضومه فوق المايو ومرتبه يعني بنفس كمان الوقت. كمان بدي اسالك الشوميز اللي في يكون كم طويل حتى لو بالصيف؟ ما هني كل الفساتين اللي عم تنزل كثير كم طويل هلا الصيفيه، خاصه فساتين البحر، لانه عم تعطي ستايل بس عم تجي القماشه حلوه. قد ما عم تكون القماشه حلوه ما عم بتشوب. اوكي وعم تلبس كمان اوقات بالليل عم بيكون في نسمه هواء، بقى عم خاصة تعطي اذا بالجبال قاعدين، خاصه بالجبال. كمان هيك انا هون كنت عم ركز على القماشه. القماشه كثير مهم انه تكون القماشه مناسبه لوين رايحين، يعني رايحين مثلا ايلاند، نحن رايحين بلد طقس كثير شوب، يعني لازم تكون مناسبه لها، لازم ما تعملنا حساسيه، كمان ما كل الوقت بالسفره تحسسنا، يعني نلتجئ للقطن، خاصه القطن الرقيق كمان ما بيجعلك، في قطن رقيق بيجعلك وبليلي، هيدا هو. ان كان بالتي شيرتس ان كان بالفساتين، نلتجئ للساتان بالليل مثلا، الصبايا ساتان مثل الفستان اللي لبستي لك شو حلو، فلورل وساتان مثلا، او ساده كمان، شفتي جاكيت الجينز قد ايه حلوه معه كمان بالليل مثلا. نلتجئ للكتان اللي هو اللينن، اللي حلو كمان عم نقول للبنات والشباب، ان كان ابيض ان كان بيج ان كان ازرق فاتح، وهلا كمان دارج كثير بالوان حلوه. وفي الكشمير الناعم الصيفي كمان ما بياخذ معنا مسافه كثير بالشنطه، وبنفس الوقت حلو هلا بالسفرات. لازم عن شو نبتعد اي قماشات؟ كل شيء بعرقنا مثل بوليستر، صح، النايلون، هولي ابدا نبعد يعني عنهم كومبليتلي بالسفر، لانه بيعرقونا وكمان بيعملنا حساسيه. نبتعد عن القصص اللي فيها معادن، يعني في قصص هيك فيها اكسسوارز معادن. اول شيء بتقلك الشنطه كثير على الفاضي، ثاني شيء عم تقلك الحركه لشو. كمان ممكن نبتعد كمان عن القماش اللي قلنا نيلو، كمان هيدي الثانيه. طيب بدنا نحكي كمان عن السيرفيت مان والبدله الرياضيه. في ناس اول شيء انسوا مطار دي هلا درج السيرفيت مانات الستايلش، وعم نتصور كلنا باللاونجز وعم نتصور بالطياره. الطياره ضروري لازم نتصور مع الساك والشوز، اهم شيء هو ما بتمرق عليها. اوكي قديه مهمه كمان انه يكون عندنا كذا بدله رياضيه بالسفره، ان كان نحن بنحب المغامرات او لا. في ناس بتروح بتسافر مش كرمال الشوبينج او تقعد على البحر، بتحب هايكينج، بتحب اكتشاف اثارات، بتحب تعمل مغامرات، ضروري يكون موجود معها اقل شيء بدله مثلا للمطار وثلاث بدلات باقيين. اذا انتم مش هالقد يكون تاخذوا بدلتين، وحده للمطار وحده تستعملوها بعدين. المفضل تكون قطن او الليكرا القطن، مش تكون كمان فيها بوليستر، وتريحنا بنفس الوقت وتكون فضفاضه مثل ما قلنا. كمان بيكيني، ما نحكي عن البيكيني هلا. بيكيني اكيد لازم يكون موجود للكل، ان كان محجبه او ان كان رجال او ان كان نساء، واكيد الوان كرمال تنبسط لابسينهم، واكيد مع فاريو اهم شيء اللي هو غطاء البحر، يعني يكون بطريقه حلوه بطريقه ستايلش. كمان النظارات الشمسيه المفضل انه ما نكتر اكثر من اثنين مثلا اذا رايحين، لانه اكيد بدنا نجيب من هونيك نستحلي لنا شيء وحده. سو الاسود بيزك، واكيد شيء ثاني نيود مثلا او ابيض بيبقى معنا كمان لكل شيء. الاكسسوارز هلا لا بدي يكون اكسسوارز، هلا كنت عم بحكي عن الهواين لوك. الهواين لوك اللي حلو بالقمصان بالسكيرت، كمان حلو كثير للشباب. مثلا قبل كنا نلاقيه كثير لوك جريء، بس هلا كثير شباب عم تلبس مثلا بالسفر ان كان شورت ان كان شميزات هواين لوك، بقى هيدي القصص كمان كثير حلوه لوك، او كان مع جينز مثلا، شميز مع جينز، شميزه تكون هواين لوك.
وقلنا سنتين كمان نحنا color blocking يعني الموضة الممزوجة ببعض. سو هيدا الشيء كتير بسهل علينا. كيف مثلا أنا لابسة هلأ فوشيا مع أخضر. إنه قبل ما كنا نتجرأ نلبسهم مثلا أو الشوز تبعي كله ألوان. قبل ما كنا نتجرأ نلبسهم إنه يكون عنا هيك. هيدا الشيء عم بيساعدنا كمان بشنطتنا. يعني هلأ مثلا فيك تلبس الفوشيا مع الأورنج. صح. قبل ما كان فيكي هيدا الشيء يعني عم يعمل لك ميكس اند ماتش سريع ليكي مثلا انت الالوان اللي لبستيها انه ليكي مع بعض قبل ما كنا نتجرأ نلبسهم مع بعض اخضر مع فوشيا مع ازرق مثلا سو هيدا الشيء كثير بده يساعدنا كمان بالشنطه لانه عم بيكون عندنا خيارات اكثر انه نلبسها ونلبقها لبعض. نحكي هلا عن الاحذيه. أهم شيء هون المشكل بالأحذية لأنه بتقلوا الشنطة الأحذية كتير. إيه فكرمل هيك بدنا نلتجئ لأحذية تكون عن جد ما فيها وزن. يعني أنا أوقات في عندي كم باك وكم شوز بزينهم لأنه عن جد فيهم وزن ما بعرف ليه يعني في فساتين وفي قصص فيها وزن. سو والوقت يكون فيها وزن عم بتعب لك حركتك كمان بالسفر وما عم بتريحك. سو نلتجئ للقصص المريحة أكثر من شكلها حلو. أنا هيك برأيي يعني ننبسط يعني بالقصص يعني أنه بتعرفي بالسفر ولا أنا بضل بالفليب فلوب كل السفرة أنا لا فليب فلوب بالأصبع كمان بتعمل لي التهاب بأصبعي لا بجيب تبع ال تبع ال ما بدنا نقول أسامي البراندات الرياضية سو أبدا ما بتعمل لك شيء بإجرك ساعتها وجيبها أوسع من إجر النمرة لأنه أنا قد إيه ضعيفة بس بالسفر كثير بنفخ بعمل ووتر ريتنشن خاصة على الضغط الجوي بالطيارة صح صح سو بلاقي حالي كل السفرة لبستها فلات فلات بتكون شيء رياضي ومريحنا بنفس الوقت ولبق معي على كل شيء صح هي اول شغله هلا اكيد ما ناخذ معنا اسبادري اللي هو حذاء رياضي طبيعي نكون رايحين فيه بالمطار او هونيك اذا عم نعمل اكتيفيتيز بس اوقات كمان عن جد بدي اقع اجري خاصه للاشخاص اللي بيعملوا ووتر ريتنشن انه انا بعرف القيمه وكثير نساء بيعملوها قد ما خص الضعف او النصاحه بس هيدي من الضغط الجوي سو بنصحهم دايما يجيبوا نمره اكبر بشي باجرهم تيكونوا عن جد مش متضايقين بسفرتهم كمان يجيبوا هيك قصص فلات مهضومه ناعمه عن جد تريحهم يبتعدوا شوي عن الكعب ينقوا كعب واحد مثلا لانه بالليل عن جد بالسفر ما بنلبس كعوبه حتى بالليل ما بنلبس ايه ما بنلبس بالليل سو بنلبس ناخذ معنا شي يا نيود يا ترانسبيرنت هلا درجه ترانسبيرنت انه كعب واحد او مثلا بحب الروكي كعب روكي مثلا انه هيدا الشيء بحس بسهل لهم كمان الشنطه ووزنهم منه كثير ثقيل حيكون معنا كمان. ننتقل هلا للباكس. الباكس والهاتس كمان يلا مهمين. اكيد عندنا بعد باكس واكسسوارز وكمان هاتس. وبعدين ننتقل لحبيت للمحجبات بيتش بارتي كمان بدنا نشوف شو ممكن نلبس على البيتش بارتي ما هن هول الثياب اللي عم نقولهم يعني بيلبسوا على كل شيء مع بعض عم ينلبسوا على كل شيء عم نحكي عنهم سو تنحكي عن الباكس هلا ما فينا ناخذ كذا جزدين معنا بالسفره لانه حتكون كارثه علينا اذا اخذنا 100 جزدين سو اهم شيء ناخذ شنطه قش كبيره وهلا كثير قصص دارجه حتى براندات عالميه عاملين شنطات قش كثير كبيره سو هيدي كثير لازم تكون موجوده بنهار او شنطه صغيره كمان هيك صغيره كلاتش ان كان اذا بدنا نحملها بالليل هيدي بتغنينا عن كل شيء فينا ناخذها كمان بنهار معنا شوبينج او وات ايفر كثير لازم ناخذ معنا كروس باج كروس باج لانه اللي هو على جنب الكروس باج يعني كثير مهم كمان خاصه اذا كنا في بلدان يعني بنتعرض للسرقه انا صارت معي يعني كمان اذا كنت حاطه كروس باج ما كنت تعرضت للسرقه صراحه سو كثير مهم تكون أو معنا البنان. او البنان اللي هي بتلبق للرجال وللنسوان كمان لانه اثنيناتهم فيهم ياخذون او سكادو اللي هو للظهر كمان في رجال بحبوا مثلا يحملوه حتى هلا براندات كثير عالميه عاملينه بطريقه كثير حلوه كمان كمان بالليل ممكن نطلع عم نقول مش نحمل كذا باج تما يتقلوا كثير بالشنطه مثلا شي نيود شي قش اذا حابين ممكن قطعه وحده سوداء مهم ما نكتر كثير وما نجيب شيء في كثير اكسسوارز وثقيله علينا. هيدي بخصوص الباك، بخصوص الاكسسوارز ننتقل للاكسسوارز. هلا نصيحه انا صغيره مني انه نحن نروح مثلا اعتبروا في عنا ساعه نخليها بايدنا رايحين فيها او حابين هيدا الحلق نضلنا فيه تما نكتر كثير يعني قصص، يعني نحن الجولري رايحين فيهم نضلنا فيهم.
شو ناخذ معنا بالزياده؟ مثلا حابين حلق كبير، حلق ملون للفساتين للقصص الحلوه، حابين شي عقد مميز بس، او شي اسواره مثلا حلوه، بس اهم شيء ما تكون ثقيله. يعني نجرب بالبيت نشوف انه شوفي عنا قصص منا ثقيله، وعن جد هلا في كثير اكسسوارات منا ثقيله، لانه احنا الاكسسوارات الثقيله عم نكبهم اصلا، لانه عم بتعقلنا حركتنا مثل ما بنقول، فيكونوا كلهم ناعمين. ونشوف القصص اللي خاصة بالشعر، يعني قصص صداف بيرلز مثلا كتير حلوين بالصور، إن كان قصص لرفعات الشعر، هلأ درج إكستنشنز مع رفعات شعر بتهيننا الحركة، لأنه كل الوقت رح نكون عاملين بوني تيل أو عاملين هيك رفعة صغيرة، لأنه تعرف رطوبة بعدنا عم نقول هلأ شعرنا ضغر انتزع وما قلنا نص ساعة عاملين شعرنا أو ربع ساعة، صح. فعرطوبة، ويمكن في أشخاص مثلي مثلا أنا ما بعرف أعمل شيء بشعري، فبضطر إذا ربطت أو حطيت شيء أكسسوريز أو إكستنشن تطلع مهضومة، والباندانايات مهضومين كتير كمان، بدنا نقول الباندانات صح ذكرتيني فيها، كمان الباندانايات أو شابويات مثلا فينا نجيب شابو القش اللي بنلبسه بالنهار، فينا كمان على السانست مثلا نحطه مع 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 فولاريت مثلا، نجيب شابو واحدة أو ماكسيموم اثنين، والفولاريت نغيرهم بما أنه ما بياخدوا محل كتير، نجيب كذا لون فولار بيلبق مع كذا نوع تياب يعني. وهلأ في قصص قش كمان درجة لرجال كمان كتير حلوة ممكن نلبسهم. ما ننسى ناخد معنا لابتيت روب نوار اللي هي الفستان الأسود القصير أو طويل إن كان للست المحجبة، لأنه عن جد بينعاز معنا، ما بتعرفي كيف هيك طلع عبالك بنهار من الأيام تلبسي أسود، أو جد معك شيء هيك عبالك تلبسي أسود، لازم يكون موجود بكل شنطة دايماً إن كان صيفي أو شتوي. وكمان كم قطعة بيزك، مثلاً في أشخاص ما بتحب كتير الألوان، سو بتلتجئ طاب أو شيء معين بيزك، إن كان أسود، إن كان بني، إن كان أبيض، إن كان بيج، إن كان أزرق فاتح، شيء بيزك هيك قطعة معينة، لأن ما بتحب كتير القصص الملونة أو منها جريئة كيفية تلبسها. وهلأ ريتا نحن وقتنا خلص، يلا اخر وحده للمحجبات، يلا. حرام نظلمه، اوكي اوكي حرام نظلمه للمحجبات. عبايه المحجبات اهم شيء تكون المحجبه لابسه عبايه مريحه، لانه بتعرفوا نحن لابسين شوي مزلط وعم نشوف كيف تهنك مطويل، سو اهم شيء ما يكون فيها عده طبقات، يكون فيها طبقه واحده للمحجبه. شغله ثانيه تكون من القطن او من القماش اللي تكون كتير ناعمه، مش لين، مش خفيف، مش ناعم، مش ملون المفضل، مش غامق، لانه الغامق كمان بيضرب حراره اكثر على الجسم. كمان طرحه تكون بالوان، اذا ما لنا جريئه كفايه انها تلبس طرحه بالوان، فيها تلبس شيء مثلا عنيوت، فيها تلبس شيء بينك الفاتح، شيء باستيل الفاتح او ازرق الفاتح، أو تعمل فيهم ستايلات، فيها تلبس الجاكيت الجينز اللي قلنا عنها، تلبسها مع أصفر، ممكن فستان طويل، أخضر طويل، فوشيا طويل، ممكن تلبس البنطلون الستريت كات عليهم زخرفات، ممكن العبية كمان في عبية كتير حلوة شايفتهم إلى جيوب من قدام، وكتير هيك ستايلش، بنحط فيهم كريدت كارد، بنحط فيهم تليفون. هيدي القصص هيك شوية نصايح، نصيحة أخيرة، ما ننسى السانسكرين وسبراي السانسكرين أكيد كل ساعة، وما نضيق غيرنا بالبرفيوم بالطيارة، لأنه عن جد في كتير عالم تتضايق وبصير عندها مشاكل صحية قد ما بنكون حاطين برفان كتير قوي بالطيارة. ريتا مهنا إعلامية وخبيرة موضة ومظهر، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم لهالنصايح الحلوة. ولا قطع الوقت وما حسيت صراحة. شرفتيني ريتا. ثانك يو لكم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.